السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ريت مبروك يا إسماعيل. مبروك يا عمي. الله يبارك فيك يا أبو لافي. تفضل. يزيد فضلك. مبروك يا إسماعيل. الله يبارك فيك يا حمدان. تفضل. مبروك يا إسماعيل. الله يبارك فيك. تفضل. يا حمدان، كيف الشغل معك؟ الحمد لله مستورة، عايشين. والله سكرت الدكان وقلت لازم نيجي نبارك لك. أهلا وسهلا يا حي الله. هذا واجب يا إسماعيل. تعرف ليلة امبارح وهالفرس تسهل، قلت ابصر شو صار عند إسماعيل. أثريتها بشارة خير، والله البركة في ملافي. ظلت سهرانة لوجه الصبح، غلبناها. يا سيدي، غلبت الطيبين راحة. الله يديمك يا أبو لافي. هذاك يوم وهذا يوم، ولا بين لهم أثر هالحرمية، وقد ما هالحراس ترصدوهم ولا قدروا يظفروا فيهم. شو يا حمدان، إحنا هسه بساعة فرح، خلينا فرحانين وما تظلش تقلب في الدفاتر العتيقة. إيه يا أبو لافي، الله يديم الفرح. أنا بس بقول إنه انخفى أثرهم، الله لا يوريهم خير. عند الله ما بضيع شيء يا حمدان. تسلم. تسلم اسمعي. عشت اسمعي. مالكم يا جماعة؟ اشربوا القهوة. شوف يا اسماعيل، احنا جايينك في طلب، وما بنشرب قهوتك الا اذا لبيت طلبنا. والله باللي بقدر عليه يا جماعة. ان شاء الله انك بتقدر يا اسماعيل. هذه ساعة رحمن، واحنا جايينك في موضوع خير، واملنا فيك كبير. وان شاء الله انك ما تخيب رجالك. خير يا جماعة، شو في؟ يا أخوي إسماعيل، قصة هالأرض هذه اللي بينكم وبين داود، رجعنا لنفس القصة؟ شو بده مني داود؟ يا إسماعيل يا عمي، الله سبحانه وتعالى حث على الصلح والإصلاح، وإحنا والله جايين نبارك لك من أول، بعدين قلنا نترجاك إنك تخلص من هالمشكلة اللي بينك وبين داود. وإنتوا شو اللي بتشوفوه يا جماعة؟ أنا رأيي خلينا نقسم بينك وبينه وما حدا شاف حدا. أنتوا مش حكيتوا مع عمي في هالموضوع يا أبو لافي؟ صحيح، بس عاد الاختيار الله يرحمه ظل معند. بعدين داود مش سكت ونسي الموضوع؟ هذا صحيح مزبوط. طب وليش راجع يطالب بقسمة الأرض؟ هو بدك الصحيح كان خجلان يحكي معك بعد اللي صار لعمك، بس هسا انت الله عوض عليك. بعدين الرجل بقول انه إله في الارض. على كل حال، في اشي واحد عندي وما في غيره. انا عارف من اللي قتل عمي حماد. مين يا اسماعيل؟ داود، ما فيش غيره. له يا اسماعيل، الك بخت ترجع يا عمي. له يا اسماعيل، مشان الولد اللي اجاك اليوم. داود ما إله عندي ارض، ولسه بيني وبينه حساب طويل. يلا يا جماعه. ويشربون ماءها ويأكلون
يا سلعتان.